حبيب يو وينك؟ نازل شرب عرق ومسائل، ظاهرة شوية عقل اللي عندك طارو، بكفي لبق تشرب. طمن أنا ما فيني جي، طمن. واضح كتير. تعرف شغلي حبيب، لولاك كنت أكلت هو وطرت، أنا من غيرك ما بسوى شي. أنت ما في منك اثنين، أنت ما في منك بكل هالعالم. خلي ميار يجي ويشوف الناس الطيبة، هدول الأكابر مو مثله. لا الظاهر سكر ومشي حاله، بس ما يعملنا شي فضيحة هلا. دينا شو مفكرة حالها يا؟ خلصنا؟ أوه نحن مو حكينا بهالموضوع؟ واتفقنا انه ما بقى نجيب سيرتها؟ بس بدي اعرف على شو شايفة حالها؟ ليش؟ يعني ما حدا غيرها عم يدرس جامعة؟ طبعا في غيرها، بس ليش لحتى تطلع بواحد جاهل وامي مثل حكايتك؟ عرفت شو السبب؟ بالله شو؟ اسمع انا ما درست جامعة بعترف، بس الحمد لله انا عايش عيشة الملوك. شو هذا يا؟ ما عندك سيرة غير سيرة دينا؟ والله طوشت راسي بهالسيرة. رح ضل وراها لحتى تلين وتتعلق فيني، ما لها غير هالحل، بدها تحبني، ما عندها خيار تاني. لو عم بحكي مع حيط كان فهم علي. اسمع انا قلبي دليلي قال لي حتحبي ودايما يحكي لي وبصدق قلبي. انا قلبي اقعد بقى، فضحنا بين الناس، صرنا مسخره. الحق علي اللي جبتك معي، انت اللي واقف هنيك اعطينا الحساب. بالله دقيق وبيكون الحساب عندك. طلع على حالتك، شو عليك يعدمني اياك. ظبط حالك شوي، ظبط الجرافه منيح، بدنا نمشي. خلينا قاعدين هون مروقين. عليا بذوقها. عليا ذوقك. انت رايحه على البيت؟ ما عندك اقتراح احسن؟ انا عم فكر لو انه جن شوي. ما قلي مزاج جن هلا. ليش اصلا؟ ايه ما تقدر تجن. طيب تروحي لعندي نتفرج على فيلم. لا تقلق انا بنام على الكنباية. طيب عم تحكي جد؟ شو قصدك؟ ليش ما جبت سوسن معك؟ كانت حابه تيجي بس ما قدرت لانه عندها ماده ما بتاجل. مو مشكله تحضر غير عرض، نحن قدامنا كتير عروض. لا تخافي عليها بتدبر حالها. ها رساله من سوسن. عليا نعم جاي عبالي روح اسهر. كتير منيح رح تروحي تسهري انت ومروان. روحي وانبسطي. صحي معك مفتاح البيت؟ بجوز ما اجي اليوم على البيت. ماشي يلا روحي. وانت لا تقلقي علي. انت متاكده شو انا صغيره؟ يلا روحي وانبسطي. صحي علي. وانت من اهله. ما شاء الله شوفوا شو لابقين لبعضه. هدول مثلنا ما هيك حبيبتي؟ المعلم ناجي عزمنا على العشاء. شو رايك نهرب؟ نهرب. ليس حبيبي تعال لأخذك على غرفتك. بس أنا حابب نام هون. ما بصير تقبرني، قوم. خلص أنا باخده. صار لازم قوم روح على البيت. عادي شوي أنا بوصلك، بس لحتى نايم ليس. ما في داعي تعذب حالك، باخد تاكسي. ما بصير، قلت أنا رح أوصلك. يلا حبيبي على تختك، هاي راما راح تتنام. يلا تركني. يلا بابا. يلا نياله على هالنوم الحلوة. ليلى بنتي تفضلي. معلش نحكي شوي نحن التنتين هيك لحالنا. تفضلي. ابني حكالي مشان موضوع الجواز. عن جد؟ سألني عن رأيي، قال لي امي انا حابب اتجوز ليلى، انت شو رأيك؟ ايه قلت له ليش عم تسألني؟ اذا كنت حابب ما فيني امنعك. هو بصراحة يعني لو قبل هلأ طلب رأيي ما كان صار اللي صار، بس شغلي راحت وانتهت، والله يقدم اللي فيه الخير للكل. ان شاء الله خير ان شاء الله. بس يا بنتي انتي رح تكون مهمتك معهم صعبة كتير، بدك تصيري ام لطفلين ما عندهم ام، يعني الشغلة مو سهلة. متفهم الوضع. انا رح ساعدك ايد بايد ورح كون معك للاخير طبعا انتي وميار. تسلميلي انا متأكدة من هالشي. انا عشت كتير وشفت كتير، جربت الحلو والمر، كل شي مر على راسي. واذا بتسمعي مني وبتساوي بنصيحتي رح تستفيدي كتير. كل تأكيد خالجها يعني. بسمع كلمتك. بالايام الجاية ان شاء الله يمكن نتقاسم الحلوة والمرة، ولازم نكون متفقين مثل البنت وامها.
أنا بدي علاقتنا تقوى يوم ورا يوم وما نختلف أبدا. أي طبعا. لا تجيبي له سير لميار إنه حكينا هيك. خلي الحكي اللي صار بيناتنا يضل بيناتنا. طمني لا تقلقي. نيمت الصبي لك ابني؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ انت شو دخلك؟ كنت عم بحكي كلمتين مع كنة المستقبل. كنت عم بقلها امتى بدنا نروح ونتعرف على امك، ويمكن اجى الوقت لنتعرف على بعضنا، مو هيك؟ اسألي ليلى امي، هي بتعرف اكتر. يلا قومي. امشي لك، امشي عدمني اياك حمار وغبي وحيط كمان. كاني قلت لك انه ما بدنا حيوانه، وقلت لك كمان ما بدنا نتبهدل بين العالم. قلت ولا ما قلت؟ يمين يمين عظيم ما قلت هيك. العمى بعيونك سكران وكذاب كمان. استنى استنى، تعال خلينا نروح نقعد تحت هذيك الشجره اللي امشي ولا تجنني، والله بقتلك قتله بخليك تحرم تشرب بعمرك. تك يا جفله البيدر طالعه، عيونك يا حلوه الشمس الساطعه. ليش عم تبتش؟ سألتك يا حلوة ليش مفريعة؟ قلت لي عن صوتي حلو. هون حطيتي الخاتم؟ طالع حلو؟ خاتم أمك كان خير عليه، يسلموا لأنك عطيتني إياه. ما بدك تغيري محله؟ لا. أنت بدك تلبسي بيدك؟ ما عاد فيني، مليت. من شو؟ مليت من الانتظار. عن جد؟ بالنسبة لي أنا مبسوط كثير وأنا عم بنتظرك، لأني عم بستناكي. عم بستنى أحلى وأهم شيء صار معي بحياتي. بيقولوا إنه الإنسان مرة واحدة بيلاقي نصه الثاني، وأنا مستعد استنى طول عمري وما مل أبدا، قد ما طول الوقت حتى لآخر نفس بحياتي. لو كنت ما التقيت فيك بعتقد إنه حياتي كانت رح تكون مملة، وأنا رح أكون ضعيفة كتير وما رح أقدر أوقف بوش ميار وغيره. التقيتي فيني وليكني معك. تفضلي، هذا هو بيتي ومملكتي الصغيرة. على فكرة بيتك حلو كتير، بس مكركب شوي. مكركب؟ أنا كركبة؟ لسه ما شفت الكركبة على حقيقتها. أهلا وسهلا بحبيبتي. أهلا فيك. لا بقى تروحي، ليجي وقتها بضل هون. برأيك لسه ما أجا وقتها؟ ما صار وقتها. طيب شاي؟ قهوة؟ كولا؟ بيرة؟ عيران؟ شاي. شاي؟ عندي شاي ظروفة. معناها بلاها. طيب قهوة؟ ما بدي اشرب شي. اه؟ ما بدك ضيفك شي؟ ضيفني؟ شو ما اعتبرني ضيفة؟ ايه؟ ما بدك تفرجيني عبيتك؟ اوه، بدك يوم كامل لتخلصيه. هنيك غرفة النوم، والصالون هنيك، والمطبخ والحمام هون. خلينا نبلش بالحمام، بدي اشوف قديش هون نظيف. عود مكانك، وين قايم؟ لك شو هالبلوه اللي جبتها لحالي؟ بترجاك خليك هون، لا تروح وتتركني. ليش؟ خايف تاكلك القطه؟ شان الله لا تتركني، خليك خليك خليك. من زمان كانوا رجال يعسكروا قدام الخمارات وياخذوا على هالشي مصاري. طبعا نحن ما لحقنا هذاك الوقت، بس هلا عرفت شو كانت شغلتهم. يلا نام بقى، انا ماشي. رجاك خليك خليك خليك، ان شاء الله خليك. هل عني بقى مثل الولد الصغير؟ يمين عظيم بعمري ما عاد اخذك على خماره. حبيب هيدينا، شوفك لحالها. ها ليش ما عم تعطيني وش؟ لانها بنت عاقله وراكزه. كيف بدها تعطيك وش غبي؟ وين بدها تلاقي واحد احسن مني؟ ولا طلع فيني. رح اقوم ساوي لك فنجان قهوه، بتشرب؟ ما بدي اشرب. طيب ماشي، رح اعمل لك فنجان. قلت لك ما بدي اشرب قهوه. يا عمري انك ما تشرب. اللي ليش ما عم تعطيني وش؟ ليش مو عاجبك؟ ما قلتي لي شو حكيتي انت والست جيهان؟ شو قالت لك؟
ولا شيء، حكي عادي. ما بظن الموضوع هيك. حكي يعني ما في شيء مهم. لا أكيد في. شو قالت لك؟ ولا شيء. قالت إني رح صير أم لولدين مالون أم، والشغلة مالها سهلة. لا. شو كمان؟ أمك قالت لي كمان البيت كبير وبيسهل الكل. إيه؟ حكيها مزبوط. فعلاً البيت كبير. ميار، أنت قبل ما تجي وتطلب إيدي أخذت إذن من أمك؟ أنا ما بأخذ إذن من أمي، أنا شاورتها وبس. معناها أنت لسه ما كنت واثق بقرارك، ما هيك؟ يعني شو فيها إذا أنا شاورت أمي؟ عادي، ما فيها شيء. إذا كان هيك لكان ليش عم تلمحي وتسمعي حكي؟ هي أمي ليلى، وشي أكيد شاورة. أنا ما لمحت لك ولا سمعتك شيء، بس حبيت أعرف مو أكتر. منيح، وهي عرفتي. طيب نحن رح نعيش سوا بعد ما نتجوز؟ هي لفترة قصيرة. طيب ليش ما قلت لي هالحكي من قبل؟ يعني شو بدي أملك؟ الوضع مبين، أنا مو رجال عزابي وعندي ولدين صغار، بهي الحالة نحن رح نحتاج لأمي. بس يا ميار. إذا كان الوضع مانو مناسبك بعطيكي فرصة لحتى تعيدي النظر بكل الموضوع. لا روحي، القصة ما لها هيك. أنت ليش عم تكبر الموضوع كتير؟ ماني عم أكبر شي، أنت يلي عم تسألي وأنا عم أجاوبك. أنا تضايقت بس لأنك ما قلت لي. أنت بتعرف مو معترضة، موافقة على كل شي بتقوله. معقولة أحكي لك على كل شي؟ كل شي واضح وأنت بالصورة. خلص روحي، أنا بعتذر. أنا قبلاني بكل شي ميار، المهم أني يكون معك. أنت متأكدة؟ طبعاً متأكدة. أنا كتير بحبك، ما بتتصور لأي درجة أنا بحبك. منيح، هاد الحكي فرحني كتير. ليش؟ أنت كنت شاكك؟ شراب قهوة مشان تصحصح. أنا قهوة ما بشرب. ويسكي ويسكي ويسكي، في عندنا ويسكي. لك اسكت ولا قبل ما ابتلي فيك العمى. هلا برأيك بيصير هيك شيء؟ مو كان المفروض يجي الأستاذ ميار ويخطب أختي مني؟ أيوة، لبين ما رحت سويت قهوة بدل القناة كلها. لا تنسى أني أنا أخوها، ليش هداك المحامي يكون معه خبر وأنا ما معي خبر؟ ليش؟ دق المي وهي مي، ظاهر أنه أنت مخك سميك ما في منك فايدة بالمرة. يا حوين التعبي، طمني إن شاء الله صح صحت ومتيسر أنا؟ ليش؟ خليك قاعد، عم نتسلى أنا وياك كتير. ليلى، قوم انزل شوي. بلاها تأخر الوقت وأخوكي أسعد بالبيت. شو المشكلة يعني؟ بعدين أسعد بيكون ما رجع. عندي شغل كتير ولازم فيه بكير، دوبي نام كم ساعة. طيب نقعد مع بعض شوي وبعدين بتروح. مشان خاطري انزل بس شوي. طيب ماشي، سبيني لحتى صف السيارة ولحالك. ماشي. ايه فهمنا، ميار عز الطلب، رجال زنجيل ومليان، بس مو كان لازم يساوي لي ايميل؟ قد ما كان انا اخوها لليلى. هلا انا غلطان شي؟ اذا كنت غلطان قل لي. لا مو غلطان. ايه ها؟ معقولة تغلط؟ يا كازانوفا عصرك، انت ما بتغلط منوب. مجد؟ ليلى؟ شبك اجيت لاشرب فنجان قهوة، بس انتي ما كنتي بالبيت، قمت قعدت مع اخوكي المحترم. انا خلاص انخرب بيتي. شو انخرب بيتك من فنجان قهوة؟ ما بعرفك بخيلة هيك. الله لا يوفقك، خلاص انا انخرب بيتي. شو وصلك ليلى؟ كل هالقد مالك طايقة تشوفي خلقتي هون؟ انتزع كل شي عملته، ما يرجعي لهون.
رح ساوي لك قهوة، وإذا بدك بساوي لميار. ها؟ شو بتحبي نوع القهوة؟ إسبانية ولا تركية ولا إسبريسو؟ أنا بخدمتك وتحت أمري. مجد والله حرام عليك تعمل فيه. أنا شو سويت لك حتى تخرب بيتي؟ لك أنا هو. لك الله لا يوفقك. نزعت لي كل شيء. نعم أمي، شوفي شو صار كمان. ميار البنت رجعت مرضت، حطي لها كمان الوقت اللي رحت وهي عم تستفرغ. شو بدي ساوي هلا؟ شو رايك اخذها على الدكتور؟ امي ما في داعي للدكتور، بتعرفي راما بس تاخذ برد بتستفرغ وبترتفع حرارتها. انت ادرى ابني، قلت بخبرك. الواحد ما بيعرف شو بصير معه، وبلكي متسممه. شو بدك؟ لا ما فيها شيء. طيب ماشي، هلا جاي. خير شو صاير؟ راما عم تستفرغ. خدوها عند الدكتور. لا ما في داعي للدكتور، هي حالة نفسية. يلا أنا لازم أمشي، ما رح أقدر أفوت هلا. إيه حبيبي أنت لازم تروح، أمك ما رح تعرف تتصرف لحالها. يلا لا تتأخر عليهم. بحكي معك، يلا تصبحي على خير. وأنت بخير، سوق على مهلك. ماشي. كم مرة حبيت بحياتك؟ إذا بدي عده من وقت اللي كنت صغير ما راح أتذكر. بس بالمدرسة كان في كم بنت اتسلى أنا وياهن. أتاري مانك قليل؟ كل اللي عرفتهم قبلك مو مهمين، أنت الوحيدة اللي بتهميني. من اليوم ورايح إذا بتطلع على غيري الله يعينك. شو راح تساوي؟ شيل عيونك من محله. عيوني فداكي حبيبتي. فهمني أنا شو عملت لك؟ شو عملت لك لحتى تعذبني بهالطريقة؟ شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ ليش أنا شو عملت لك؟ شايفتيني حامل عليك عصاية؟ خلاص ما بقى فيني أتحمل. شو هالحكي هاد؟ الحق علي لأني ما تركت أخوكي بالشوارع وهو سكران طيخة. هاي بدل ما تتشكريني لأني ضبيت لك أخوكي ووصلت لك إياه، جاي تحكي وتلعي وكله على الفاضي؟ بكفي بقى، ما عاد فيني أتحمل، حل عني. شو؟ طلع من حياتي، ما عاد بدي شوفك. أنا مسامحتك بكل قرش أخذته، مو من حقي يتزوج ويصير عندي عيلة. ليكي ليلى، أنا جنان عندي ببلش يطلع من روس أصابيع رجلي، وبيطلع شوي شوي وبيزيد، وهلا وصل لعند هون. الشركة أنا مسامحتك فيها، المشاريع والمعاملات كلها لألك، حتى العروض الجديدة. أنا ما عاد بدي منك أي شيء، وراح أمن لك شغل كمان. شو بدك لسه أكثر من هيك؟ وقد ما بدك مصاري راح أعطيك، بس حل عني بقى، خليني أعيش حياتي. لسه جناني عم يطلع ووصل لحد هون، والمصيبة إذا وصل لراسي، لأني وقتها ما بعرف شو ممكن أتصرف. بوس إيدك، تركني بقى، خليني أعيش حياتي، شان الله تركني، ما عاد فيني أتحملك. مين اللي مانعك تعيشي حياتك؟ عيشي. طيب ماشي، أنت شو بدك؟ قديش بدك مصاري؟ قلي قديش بدك لأخلص بقى وارتاح. يلا بقى قلي شو بدك مصاري لحتى تطلع من حياتي. أنت عارفاني شو عم تحكي وليه؟ لا تكوني مفكرة انه ناقصني مصاري. طب ليش لكن؟ كل اللي عملته مو مشان المصاري؟ قلت لي رح تعملي كل اللي بقلك عليه ورجلك فوق راسك، لانه انت وكل عيلتك ما بتسوى قشرة بصلة، فهمتي وليه؟ رح احكي له كل شيء لميار، ورح احكي له على حقارتك وعلى كل شيء عم تعمله معي. يلا روحي احكي له كل اللي بدك اياه، لانه انا مو فارقة معي. احكي له عن حقارتي لنشوف مين اللي بده يخسر. لا تكوني فاكرة حالك أحسن مني. قلي له إنك سرقتي المناقصة وعطيتيني إياها، لنشوف وقت العاشق الولهان شو بده يعمل فيكي. أكيد رح يتشكري ويعطيك دغري على المأذون. رح أقول له وما رح أخبي عنه شيء. ميار كتير بيحبني، وأكيد رح يفهمني ويسامحني على اللي عملته. أكيد رح يسامحك وراح يعطيكي مكافأة لأنه كتير بحبك. شوفي ليلى، راح أنسى اللي قلتيه ونقعد نحكي على رواق. لك اتركني، مالي طايقة أشوف وشك. لك شو سويت لك يا حلوة لحتى مالك طايقة تشوفي وشي؟ إذا ما تركتني رح أقول لميار على كل شي عم تعمله، وقتها أنت كمان راح تخسر مثلي. قليلو ما بيهمني،
قولي له انك فتحتي الشركه من قفا ظهره ومع دول لدود مجد. قولي له انك حبيتيه مشان هيك لعبتي عليه وخدعتيه. روحي قولي له كل شيء. شو ما بتخلوا حدا ينام؟ تاخرتي كثير ست ليلى، لانه اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، والندم ما عاد ينفع بعد فوات الاوان. لو حكيتي له من الاول قبل ما تخبصي كل هالتخبيص كان اشو هالمره الصادقه، كان سامحك وما سأل عن المصاري اللي خسرها. بس هلأ وبعد كل هذا الوقت ما عاد يمشي الحال منوب، فهمتي؟ حب وكذب ما بيشتبهوا مع بعضهم، مستحيل انه يسامحك عن جد. لا تتأملي انه رح يسامحك، وهي اذا ما حبسك شو بتكوني استفدتي؟ ومصاري بعد في ما عاد في مصاري، باخرسي وعد يحسن لك. أنا لو محل السيد ميار المحترم ببهدلك وبحطك بالسجن وزيادة عليكي. طيب انت ما قلتي لي كم مره حبيتي؟ ما حبيت غير مره واحده، بس هذا الموضوع صار له سنين طويله، يعني قبل ما اعرفك بكثير. مره؟ ما كان عندك اصدقاء؟ لا، لانه رفقاتي بايام المدرسه ما بعدهم رفقات. علاقتك بهداك الشاب قديش ضلت؟ 4 سنين. شو؟ صحيح استمرت 4 سنين بس ما شفته غير كم مره. ما شفتي غير كم مره؟ وين كنت تشوفي؟ يعني نمشي بالشوارع، نقعد بالكافتريات، ايه هيك وهيك. معقولة بس هيك؟ مو أكتر. ليش افترقتوا؟ مشان اتعرف عليك وحبك. تسلميلي. انت ندمانة لأنك حبيتيني؟ كنت خايف تكوني ندمانة. لا. طيب ناوي تضلي معي طول عمرك؟ وبركي غيرتي رأيك. لا ما رح غير رأيي. متأكدة؟ أنا كتير بحبك. طيب ما بدك تنام؟ طبعا. طيب ممكن تطفي الضوء؟ طبعا. أريج عيوني أنا بموت فيك. جبت صحن لإلي. فتحت امي. طعمته طيبة. إذا ما شبعتي قولي لي، بنجيب وجبة ثانية. لا لا شبعت. أريج؟ بس نتزوج رح تطبخي لي؟ ليش رح نتجوز؟ ليش فكرتيني عم بتسلى؟ أكيد رح نتزوج، لأني حابب استقر. رح احكي مع امي بالموضوع. انت متاكد؟ متاكد. خلينا نستنى شوي. شو بدنا نستنى؟ مروان انت بتعرف وضعي، خلينا ننطر شوي احسن. ماشي خلص مثل ما بدك. تيتا نحن لوين رايحين؟ مو قلتوا لي بدنا نروح على الجنينه؟
على اي جنينه نحن رايحين؟ الجنينه اللي هون. ما بحب روح على هذيك الجنينه، العابها مو حلوين. المرجوحه اللي هنيك عاليه كثير، بخاف لما اقعد فيها وقت ارجع. بعدين معكم، شو بدكم هلا؟ خلينا نروح الجنينه شفنا فيها شهد. لا، هذيك الجنينه بعيده. طب ما نروح لهونيك بالسياره. ليس شوف رح يطلع ضغطي. رضا امسك ايد البنت، لا توقف هيك بعيد. ماشي مدام جهاد. انا جوعانه كثير. راما بنتي مو هلا امنع عن الطاوله؟ وانا كمان جوعان. ابعت رضا مشان يجيب لكم بسكوت. انا بدي اشرب عصير بردقان. في محل بجهاد تانية بنشتري له من هنيك. طيب نمشي لهنيك. ما بتقعدوا بتفطروا منيح وبعدين بتجوعوا دغري. ما شاء الله الاولاد صاروا كبار. قليل تعبنا وسهرنا عليهم. راما كانت تعبانه؟ لا لا الحمد لله صارت منيحه. ماما Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bir parça. Çoktan terk edip gitmiş, içte bu sevda, gözde olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep, gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer, her yanı sardı, bende bir tek can kaldı. Oysa bir umuttu hep, gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer, her yanı sardı, bende bir tek can kaldı. Coşkun ırmaklardan, tozlu yağmurlardan, taşlı yollardan geçtim. Yalan olmuş serden, nar kokulu yardan, her şeyimden vazgeçtim. Oysa bir umuttu hep. Ruku, Ruku beni de kon. Ma bitti, hay suret emmi. Hay suret mama. Hay bu ammet, ruk beni iden. Hay suret mama, tismayi. Ruk, ruk. Ruk, ruk. Zaten sen isteyin suret emmi. Hay bu amkan, hay vahde bisisba. Ruk, ruk. Hay suret mama, şu beki teyze. Şayli ya. Lek ifni, hay bu ammet. Emmi, emmi. قلت لك وحده بتشبه. هي امنا نحن. اترك رضا خذهم شان نروح. امشوا. هي امي. يلا صورة امي. لك اعطيني هالمجله، مو انا يلي اشتريتها. انا بدي اشوفها بالاول. خلص بتول تركيها شوي، بس بدي اشوفها بعطيك اياها. ما حزرت، هلا بدي اياها. ما فيكي تستني شوي؟ نوح خلص لا تتخانق ونتفرج مع بعض. العمى عم نتخانق مشان مجله؟ والله ما رح اكلها شبك. يعني ما تشتري لحالك نسخه؟ هاته لهون ما في تشوفها. يا الله شو لقيمة شبك. أنا لقيمة شو اللي عم يصير؟ ليش كل هذا الخناق؟ في صورة لمصممة أزياء بتكون رفيقته للدكتور سمير. فرجيني هات لشوف. يلا هاتها. ولي على قلبي شو حلوة هالمرة. آسفة. تشرب قهوة؟ نشرب قهوة ليش لا؟ يلا عمليها المنيحة، ما بدها سؤال، بس استعجلي. عن جد هالست حلوة مثل عروض الأزياء وأحلى كمان. بس تخلصوا منها رجعوا لي إياها مشان الله. مبين من عيونها إنها ذكية. لك دغري أخذتها، هاتها لهون. لك خلص طولي شوي. طيب عادي خلينا نشوفها سوا. وحده ثانيه بكفي، والله جننتوني. وين شاف صوره امه؟ هلا بتساودوش وبعدين بتفوتوا بتناموا. هلا من الصبح؟ ايه من الصبح. انا ما بدي اتحمم، ما بدي نام كمان. ليس راما تركي من ايدك. هاتي بكفي. بدي صوره ماما. على اي صوره عم تحكي؟ قولي لي شو صاير. ما في شيء، خديهم من قدام عيوني. يلا حبيباتي خلونا نطلع لفوق مشان تغسلوا ايديكم وترتاحوا شوي. ليش عم تتطلع بستك هيك لك ابني؟ شو انا عدوتكم؟ لانك كذابه، هذيك صوره امي. يا ربي شو الحل هلا؟ شو بدي ساوي؟ مالي عرفانه. هاي هي أوراق المناقصة الجديدة، خد شوفها. أنا؟ إيه أنت. ليش مو أنت المحامي تبعي؟ طلع عليها وعطيني رأيك.
وشوفها إذا فيها شيء مخالف للقوانين. شو قلت؟ يعني بدك يعني اشتغل بالتجارة؟ ايه انت قلت انك بتحب التجارة، وانا حابب انك تكون مستشار شركتنا. انت فاجأتني. هي امي ميار، شفت المجلة؟ هي مجلة. اه هلا كيفني، الاولاد شافوا صورة امه بالمجلة. امي انت عن شو عم تحكي؟ كانت عم تكذب علينا، قالت لنا انه هي مو ماما. شو يعني انتو شفتوا امكم ماشيه بالشارع؟ لا مو هيك، نحن شفنا صورتها. صورتها كثير حلوه، كانت على كل المجلات يلي بهداك المحل. المحل مليان مجلات عليها صوره ماما. والله ما عم افهم شي عليكم. خالته حسيبه حاطين صور ماما على المجلات، يعني مصورين ماما ولازقين صورتها. نحن عرفنا، بس التيتها قالت انه الصور لوحده ثانيه. اه هلا فهمت عليكم. كانوا شي 100 مجلة مو هيك راما؟ لا كانوا أكثر من هيك، بس تيتا ما خلتنا نشتري وحدة. إن شاء الله لروحي اشترينا، الله يخليكي. إن شاء الله. لا تبكي، ما فيني أشوف دموعي بنتي، أنا ما بعرف أجيب هيك شغلات. خلاص لا تزعلوا حبيبات. شو أعمل يعني؟ لف على المحلات واشتري كل العدد؟ لا تعيط ابني، عم خبرك مشان تنتبه. طيب ماشي، شو قلتي للولاد؟ قلت لهم مو امكم، شو بدي اقول غير هيك؟ وهنين صدقوكي؟ ما بعرف ابني. ليس قال لي انت كذابه. امي لا تزعلي، ليس ولد صغير ما بيقصد كلامه. ما بعرف هلا كيف بدنا ننسيهم ياها، وين ما رحنا وين ما اجينا بتطلع بوشنا. مو مشكله امي، مو مشكله، بنلاقي حل، بس انت لا تتضايق خاطرك. طيب ما راح فكر فيها، موفق ابني، المسا بشوفك وبنحكي. ماشي امي. بتحب اعمل لك كاسة ليمونة تروق دمك؟ ما بدي، يسلموا. صور عالية صارت تطلع بالمجلات، شو رأيك خالد؟ ما فينا نستغل هذا الشيء؟ بالعكس تماما، قضيتنا تعقدت وصعب انه نربحها. ليش؟ لانه المرأة اللي بالصورة قوية كتير، والظاهر انه ما بيهمها حدا، عندها ثقة بحالها، وصعب انه نقدر نهزمها. بالإذن، انا عندي شغل مهم لازم اخلصه. شو صار؟ انا اسف لاني حكيت هيك، بس بصراحة هالمرة حلوة كتير. معقول في جمال هيك؟ ما بعرف هدول شو عم يفكروا يعملوا. أعضاء اللجنة ما شافوا الولاد، ليش برأيك؟ والله أنا خايفة يكون صاير شي للولاد. لا حبيبتي، بس بيكون ميار كذب شي كذبة مثل العادة. هالشي ما بيضر بموقفنا؟ بالعكس تماما، هذا لصالحنا، موقفنا هلأ صار أحسن من الأول بكتير، لا تشغلي بالك. عندي صورة عن تقرير اللجنة، رح تنبسطي لما تسمعي شو مكتوب فيه. في دكتورة من اللجنة متعاطفة معي، قالت الأولاد لساتهم صغار ولازم يعيشوا مع أمهم. ما رح ارتاح لنشوف شو رأي المحكمة. أنا بعرف شو رأي المحكمة، بس ما بقدر اشرح لك كل شيء. أمورنا هلأ صارت كتير منيحة، بس كمان ما فينا ننسى إنه خصمنا عنيد كتير، ما بنقدر نعرف كل شيء عم يخططه. أستاذ، هاي نتائج التحليل موجودة هون، فيك تعرض على أي دكتور من اللي بيشوفك. شو رأيك الخميس بشوفك؟ بمر عليك وباخدك على المحكمة. لوقتها فرج، نتفق. لازم نكون محضرين حالنا لكل شي ميار، إنه أنت تاخذ الحضانة صفي احتمال ضعيف. خالد، أنت لسه ما بتعرفني، لو عرفتني منيح ما بتحكي هيك. شو ما كان حكم المحكمة، ولادي رح يضلوا معي. هيك كان الوضع وهيك رح يضل، يعني لازم تفهم، ولادي رح يضلوا معي. قلت لك الموضوع مو بهالسهولة، المحكمة بتقرر، الشغلة مو بكيفنا نحن.
انت ساوي لي عليك بعدين بنلاقي ألف حل للقصة. شو رأيك انت بالموضوع ليلى؟ عليا رح تنطر ولادها كتير. أنا آسف خالد بلا ما عطلك أكتر. ماشي، موعدنا الخميس لكان. يلا بخاطرك ليلى. الله معك. يمكن اجت الدكتورة الجديدة، يعني هلأ صار وقت الجد. هذا اللي كان ناقص، فوق كل شغلنا حدا يتفلسف علينا. يا أخي ليش مستعجل؟ كيفك أنت والدكتور مهران؟ كثير مناح. أي الحمد لله، بس لا ترجع تزعجه. عفواً، وين غرفة الدكتور مهران؟ بالطابق الفوقاني، سألي عنه هناك وأكيد بدلوكي وين الغرفة. طيب شكراً كثير. يا الله شو حلوة. حلوة وذكية كمان وجريئة. لك عليا طالعة كتير حلوة. شفتوا الغلاف؟ صب لك قهوة دكتور سمير؟ أنا بصبها. مروان صب لك قهوة؟ ايه صب. وين أخدين الصورة؟ دكتور سمير بدي أطلب طلب. شو؟ معلش تجيب ست عليا على المشفى؟ ليش؟ بدي أخذ توقيعها. أنت ما عندك شغل؟ يلا شوفي شغلك. شو إنها حلوة؟ الله يهني حبيبة فيها. آمين بتول، آمين. يعني عن جد ما رح تعطيها الأولاد إذا أنت خسرت الحضانة؟ مزبوط. لإمتى هالحكي؟ على طول. عندك اعتراض شي؟ ليش عم تحكي معي بهاللهجة ميار؟ وكيف لازم أحكي؟ أنا سألتك سؤال ما غلطت. آسف أنا متوتر ليلى، أنا متوتر، أعصابي تعبانة وما في حل. فيك تفهمي علي؟ أفهم عليك؟ أنت ليش بتزعلي فوراً؟ فهميني. لما بتسأليني هذا السؤال بحس أنه ما بدك الأولاد. اوعى تتهمني بهالشي ميار أبداً. أنت وولادك كل شي بحياتي، كيف ما بدي إياهم؟ آسف ليلى. تعالي سامحيني. ما عم يرد عليكي؟ بجوز ما انه عم يسمع. لا تعذبي حالك امي، هذا اكيد شالنا من راسه. ما بيصير تحكي هيك بنتي. الو الو كمال ابني، كيفك؟ ليش ما كنت عم ترد على تليفونك؟ تيتي ما سمعته، كان في ضجه عندي. اللي حبيبي تعشيت؟ ايه تيتي اكلت، وهلا رايح ادرس مع رفقاتي وراح اتاخر بيوم. ايه برافو عليك حبيبي، اتصل وطمنا ولا تخلينا نقلق عليك يا ابني. شوف كم مره دقيت لك على تليفونك وبعثت لك كم رساله يا ولد. رح يخلص شحن موبايلي. كمال اسمع شو بدي اقول لك، حكيها لامك هلا، رح يطق قلبها المسكينه لك ابني، ما عم بتعرف تنام الليل. اللي طيب مو حرام عليك. هلا بيفصل الموبايل، يلا باي. الو الو كمال. كنتي لازم تشتري له موبايل جديد. موبايله جديد ماما، بس هو ما بده يحكي معي. حبيبتي ما تزعلي منه. شراب الشاي فؤاد هلأ بيبرد، وانتي كمان ماما ليك كاستيك. مو جاي على بالي يا بنتي، بدي فوت نام أحسن ما يطير النوم من عيني. لسه بكير عن نومي. معلش كلكن زوق انتو، عدوا وسهروا لحالكن، تصبحوا على خير. وانتي من أهله ماما. وانتي بخير يسرى حبيبتي. اصبري شوي فؤاد، أنا اليوم اتصلت بالدكتورة. ليش؟ لسه ما عملتي التحاليل؟ فهمت، أخدتي موعد. بكرة بدي روح. طيب فكرتي منيح؟ فكرت منيح. ما عم أقدر فؤاد، ما عم أقدر، ما رح أقدر كمل بهالحمل.
حاسة حالي كتير تعبانة. أنا حاسة بتأنيب الضمير من ناحيتك. مو المهم أنا، المهم أنت حبيبتي. أنت أهم شي عندي بهالدنيا، ولما تكوني مرتاحة أنا بكون مرتاح. بس أنت كان بدك يجيك ولد. أنا ما بيهمني غيرك، أنا ما بدي غير أنك تكوني مرتاحة معي. لا تزعلي، أنا مو زعلان، بحبك. سامحني فؤاد. على شو بدي سامحك؟ اسمعي، شو رأيك نبطل نحكي بهالموضوع؟ تمام؟ أي ساعة الموعد؟ قالت الدكتورة تعالوا على 3:30. ماشي، لا تاكلي هم حبيبتي، بكرة منروح العيادة سوا. دينا اليوم ونحن مع تيتا شفنا صورة أمي على المجلة. صورة؟ صورة شو؟ كانت صورة كبيرة وحلوة كتير، بس تيتا ما خلتنا لا نشوفها ولا نشتريها. دينا مشان الله اشتري لنا وحدة. دينا مشان الله جيبي لنا وحدة اليوم. مجلة شو؟ ما عم بفهم عليكم. يلا حبيباتي يلا بسرعة عنو، وبكرة إن شاء الله بتحكوا لدينا شو صار معكم. يلا كل واحد على تخته حبيباتي، إن شاء الله نوم الهنا يا عمري انت. يلا. شو هالمجلة اللي عم يحكوا عنها؟ بعدين بعدين. بكرة حتجيبي لنا المجلة شفناها مو هيك؟ خلاص صار وقت النوم هلا. يلا يا أولاد بنحكي بعدين. ايه بعدين تحكوا مع دينا. يلا طلعي. كانت الماما كتير حلوة بالصورة. كانت صورتها بجنن كتير. ايه. وين شافوا المجلة؟ يمكن شافوها وهن رايحين عجنيني عند بياع المجلات. ايه يا حبيباتي. ولما شافوا صورة أمهم جننوا ستهم بالطريق. ماما شو رح نعمل؟ أكيد ولا شي، شو بيطلع بإيدنا؟ طلبوا مني جيب لهم المجلة، رح روح اشتريها. بلاها يا بنتي، إذا تترى ست جيهان ما رح تخلينا هون ولا ثانية. والله حرام اللي عم بيصير معهم يا أمي، حرام. الله يصبرها للست علي على مشاكلها. يا ترى وين بتكون؟ ما حدا بيعرف. حسيبة وينه؟ شو ناموا الأولاد؟ ناموا. اي ناموا. انا جاية. جيبي لنا فواكه. يلا جاية. دينا بنتي اوعى تغلطي، والله الاستاذ ميار بيبهدلنا. بنصفي بشارع انا وياكي، ما بدنا نتدخل بمشاكل نحن مو قدها، فهماني؟ بس لو فيني اعمل شيء.